بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في محاضرة، آخر محاضرة إن شاء الله. هنتكلم فيها عن خواص الخرسانة المتصلدة بعد ما انتهينا من الخرسانة الطازجة بتجهيزها وتصنيعها وخواصها وتصميمها وسلوكها. نتكلم بقى النهارده في المرحلة الثانية للخرسانة بعد التسلط، الخرسانة المتسلطة. هيبقى عندنا في مقدمة و strength of concrete, stress characteristics of concrete, shrinkage temperature effect. الخاصية الأساسية في الخرسانة المتسلطة هي المقاومة الاسترينس. زي ما اتفقنا كانت كده، قلنا ان في كانت اتنين كاتيجوريز، في اللي هي اللونج الشورت تيرم ريكويرمنتس واللونج تيرم ريكويرمنتس. لونج تيرم ريكويرمنتس زي ما عرفناهم كانت الاسترينس والديورابيلتي. هنا بقى بتفصيل اكتر في سترين كاركترستكس، الشرينكج والكريب والديفورميشن والريسبونس تو تمبريتشر بريمبيلتي والديورابيلتي. الخواص دي طبعا بتبقى من الخواص اللي بتميز الخرسانة المتسلطة، اللي طبعا تم تصنيعها تبعا للأسس السليمة الجيدة والطرق السليمة، والخرسانة اللي حققت فيها فعلا خاصية الوركبيل. مقاومة الخرسانة بتتعرف بأن هي الحمل الأقصى على وحدة مساحات أو نصيب وحدة المساحات من الحمل. فهنا يبقى عندنا حتة السترينس والستريس. ففرق ما بين الاثنين إن السترينس هو الإجهاد، هو الإجهاد عبارة عن حمل على مساحة، ولكن السترينس هو الحمل الأقصى على مساحة المقطع، ودي اللي تبقى بعديها بيحدث عندها على طول بيحدث انهيار للخرسانة. مقاومة الضغط هي بتاخد أقصى حمل ضغط ممكن تتحمله الخرسانة على وحدة مساحات. هنا طبعا هذا الإجهاد أو المقاومة القصوى بيتبعه سلوك للخرسانة من ناحية التشوهات اللي بتحصل فيها. طيب ازاي بقدر اقيس هذه المقاومة؟ بان انا باخد عينات من الخرسانة الطازجة وبجهزها باسلوب معين، ان هي التجهيز المكعبات، ان باخد عينة مكعبة او اسطوانية وبجهزها باسلوب معين زي ما هنشوف في الداخل. بتبقى ابعادها المكعبات دي هي اما 100 او 150 ملم، والاسطوانه بتبقى القياسيه 150 ملم في ارتفاع 100 ملم. وبرده في مقاومات اخرى بتتقاس غير مقاومه الضغط، هنتكلم عليها داخل المحاضره. هنا دي الاجهزه اللي بتشتغل في قياس مقاومه الضغط ومقاومة الانفلاخ كمان. والأولان على الشمال ده اللي هي دي Hand Operated Compression Testing Machine CTM Compression Testing Machine، واللي في النص دي Electrically Operated. في كل الأحوال بتتحط عينة سواء المكعب أو الأسطوانة، وبتبقى تحت تأثير ضغط من الفك بين فكين المكنة لغاية ما بيحصل الانهيار. ببص على المؤشر بشوف الحمل وبعدين اقسمه على مساحة المقطع تديني المقاومة. اللي على اليمين ده اللي هو السبليت سلندر تيست اللي بيديني سبليتنج تنسايل سترينث. طيب في الفلكشرال تنسايل سترينث اللي هي مقاومة الشد بالانحناء. هنا طبعا اللي بيحصل ان الخرسانة دي زي ما بيتعمل منها أعمدة تحت الضغط، بتتعرض لضغط حمل اساسي، بيتعمل منها كمرات. الكمرات دي بتتعرض لانحناء، وهذا الانحناء بينتج عنه اجهادات شد في منطقه الشد. هذه الاجهادات بتبقى اجهادات شد بالانحناء نتيجه الانحناء، بتتقاس بعينات منشوريه الشكل. بتبقى ابعادها 150 في 150 في 700 ملم او 100 في 100 في 600 في 500. والسبان بتاعها طبعا بيبقى سمبلي سبورتد،
بس بيبقى بنسيب حوالي 50 ملم من كل جانب، بحيث بيبقى كتير سبان يا اما 600 ملم او بيبقى 400 ملم. مقاومه الشد هنا هي الاف تساوي ام على زد. التنسايل سترينث هنا لو بصينا عباره عن ممكن ده اللي فاتت دي الفلكشوال تنسايل سترينث. طب التنسايل سترينث مقاومه الشد، مقاومه الشد للخرسانه بيتعبر عنها الحقيقه ب طرق لا غير مباشره. الطرق المباشره ايه؟ يبقى زي حديد التسليح، ان انا بجيب سيخ تسليح وبحطه بين الفكين وشد زي ما اتعلمنا في الترم الاولاني في المسيره الواحد. هنا طب لو عملت كده الخرسانه هتتعصر ومش هيحصل قبل ما يحصل اي شرخ فيها او فيلير، هيحصل ان الخرسانه عند الفكين الكلابات هتنهار مش هعرف اقيس. طبعا هنا في الحالة دي ما بعرفش أعمل الشد المباشر. طب الشد غير مباشر زي ما أنتم شايفين كده، بجيب اسطوانة قياسية بنيمها على جنبها وبضغط عليها بيبقى زي لاين لود لغاية ما يحصل لها زي ما شايفين في الرسمة تحت انفلاق شرخ رأسي، بيبقى نتيجة الشد اللاترال غير مباشر. ده بيبقى أقرب ما يكون في قيمته للشد المباشر وبيعتد بيه. يبقى هنا ده النوع الثاني اللي هو الشد، اللي هنا بنسميه تنسايل سترينث مجازا لان هو قيمته اقرب للشد الحقيقي، اللي هو الشد بالانفلاق السبريدنج تنسايل سترينث، والشد الاولاني اللي هو الفلكشر تنسايل سترينث بالانحناء. هنا في مقارنه ما بين مقاومه الضغط و مقاومة الشد بنوعيها. يبقى هنا واضح ان الخرسانه ليها نوعين من الشد اللي هو الفلكسور تنسايل سترينث والسبليدنج تنسايل سترينث اللي هي مقاومه الشد الغير مباشر اللي هي اقرب للشد المباشر. واضح طبعا من المنحنى هنا ان الفلكسور تنسايل سترينث دايما بتحظى بقيمه اكثر من التنسايل سترينث، بتبقى في حدود الحقيقه حوالي 1.2 او 1.8 من مقاومه الشد المباشر. فدايما واضح ان دايما معلومه بالنسبه للخرسانه ان الشد بالانحناء بيكون اكبر من الشد المباشر زي ما اتفقنا، ممكن يصل لعبط 1.8 من 1.2 حسب. طبعا دي بيدخل فيها عوامل كتير منها مكونات الخرسانه والكاتيجوري بتاعت السترينث وهكذا. هنا دي مقارنه ما بين السبليتنج تنسايل سترينث مع مقاومه الشد، والفلكشر تنسايل سترينث مع السبليتنج تنسايل سترينث. السبليتنج تنسايل سترينث مع مقاومه الضغط هنا زي ما احنا شايفين ان هي في رينج معين، هي بتبقى في حدود 0.1 الى 0.18 او 0.12 حوالي 10. لو قلنا ان مقاومه الشد للخرسانه حوالي 10 منها يبقى انصاف، مقاومه الشد بالانحناء بتساوي زي ما اتفقنا من 1.2 اب تو 1.8 المباشر. العوامل هنا بقى في توبيك مهم قوي، العوامل المؤثره على مقاومه الخرسانه. هنا المقاومه لما كان المقاومه هيبقى المقصود بيها دايما مقاومه الضغط. طيب فين بقيه المقاومات؟ ما الخرسانه ليها مقاومات كتير، ليها مقاومه شد، مقاومه الشد بالانحناء، مقاومه الشد بالانفلاق، مقاومه القص، مقاومه الالتواء. دي كلها مقاومه. طب السترينث هنا مطلقه مفهومها ايه؟ مطلقه مفهوم مقاومه الضغط. طب فين الباقيين؟ هنا الحقيقه الخرسانه بنعرفها ان هي يطلق عليها اثيتك ماتيريال، يعني ايه؟ يعني ماده ليها اتيكيت كده معين ان هي مقاومه، المقاومات الخرسانه كلها تنسب الى مقاومه الضغط. مقاومه الشد ومقاومه الانحناء، الشد بالانحناء ومقاومه الشد المباشر ومقاومه القص ومقاومه الالتواء، كل دي بتنسب بنسب معروفه الخرسانه. فلو عرفت مقاومه الضغط بقدر اعرف منها المقاومات الاخرى، وزي ما اتفقنا بنسب في حدود معروفه زي ما شفتوا في المنحنى السابق. طيب يبقى اذا هتكلم على العوامل بتاثر على مقاومه الضغط. هنا العوامل بتأثر على مقاومة الضغط ممكن ان احنا نعملها جروبنج في اثنين كاتيجوريز. عوامل بتؤثر بتعتمد على نوع الاختبار، ده تعتمد على الاختبار فاكتورز اندبندنت اوف ذا تايب اوف تيست، ده تعتمد على طريقة الاختبار. وعوامل اخرى بتعتمد على طريقة الاختبار. طيب العوامل التي تعتمد على طريقة الاختبار
اللي هي نوع الأسمنت، العمر بتاع الخرسانة، نوع الركام الأدمكتشرز، درجة الدمج والنسب بتاعة الخلط، وعلى رأسها طبعا الووتر سيمنت ريشيو، ونوع ودرجة حرارة المعالجة، وطبيعة التحميل على العينة، عن الستاتيكال سستين دايناميك ولا ستاتيك لود. طيب type and temperature of curing، نوع وطبيعة نوع المعالجة ودرجة الحرارة وطبيعة التحميل زي ما اتفقنا، سواء كان حمل استاتيكي أو حمل ديناميكي. الستريس ستويشن اللي بي اليوني اكسل ولا باي اكسل أو تراي اكسل، دي حاجات ادفانسد شوية. لا، الفاكتور اللي بتعتمد على النوع التاني بقى، طريقة الاختبار، حجم العينة، عينة الاختبار، والحجم بتاع عينة الاختبار بالنسبة لمقاس الاعتباري الأكبر للركام، وطبيعة المرتكزات بتاعة العينة ومحتوى الرطوبة. هنا الحقيقة الفيجر ده بيوضح كل العوامل اللي فاتت دي. فوق هنا كده ادي factors affecting الكونكريت ستريس اللي هي كونسيونت ماتيريال طبعا، وهنا في ميثود اوف بريبريشن كيورينج تيست كونديشنز، الكونسيونت ماتيريالز اللي هي الميه، الاسمنت، الركام، الادمكتشرز. الميه طبعا تعتمد على الكواليتي، بتعتمد على الووتر سيمنت ريشيو، والاسمنت طبعا داخل في النعومه بتاعته، والكيميكال بوزيشن، والاجريجيت بنوعيه الكورس والفاين اجريجيت. وهنا في طبعا عوامل كتير بتاثر، من ضمنها طبعا الاجريجيت سايز والروك سترينث والشيب بتاعه والحجم بتاعه، طبيعه النسيج، التدرج بتاعه، الكواليتي. وبعد كده الميثود اوف بريبريشن، يعني حته الباتشنج اللي هي بنتكلم على البروبورشن برضو، نسب الخلط والخلط، الخلط جيد وجودته، والصب، الصب برضو اتبعنا في الاسس واساليب التصنيع السليمه، والدمج طبعا تم بالدرجه المطلوبه بتاعته ولا لا. المعالجه بقى هنا، المعالجه المحتوى الرطوبه بتاع العينه اثناء المعالجه ودرجه حرارتها والزمن. وبعد كده التست كونديشنز بقى اللي هو الشيب والسايز بتاع عينه الاختبار، والمويستر كونتنت بتاعها كانت جافه ولا مشبعه ولا مبتله، ودرجه حراره العينه، والسيرفيس كونديشنز، وطريقه التحميل. مهم طبعا الكيرف ده ان احنا الفيجر ده ان احنا نفهمه ونعرف العناصر بتاعته كويس، بيؤمن زي ما اتفقنا ايه العوامل المؤثره على المقاومه الضغط. طيب هنا التاثير، ناخدهم بقى اول حاجه اللي هو التاثير بتاع الكونسنتريشن، زي ما اتفقنا ان هو اصنفهم كذا لكذا عامل رئيسي، من ضمنهم اللي هو تاثير المواد المكونة. هي الأسمنت، الأسمنت بيأثر إزاي في مقاومة الضغط. طيب الأسمنت طبعا نقدر لو قلنا إنه مبعث المقاومة في الخرسانة المعتادة اللي هي نورمال كونكريت للنيتريس، ما يبقى أنصفنا، ولكن بيأثر إزاي؟ هل بيأثر بمحتواه؟ بيأثر بعمقه؟ طيب دول حاجتين أساسيين بيأثر بيهم الأسمنت في مقاومة الضغط. طيب هنا محتوى الاسمنت، الكيرف اللي قدامنا ده بيوضح ايه؟ ان كل ما بيزيد محتوى الاسمنت كل ما بتزيد مقاومه الضغط عند 28 يوم، زي ما اتعلمناها في الميكس ديزاين. المنحنى هنا شكله ايه؟ كيرف، مش خط مستقيم. معنى كده انه بيزيد وبعدين شكله بيخش يمين،
بيتجه ناحيه اليمين عشان ينزل تاني. يعني معنى كده ان في اوبتيمم سيمنت كونتنت، العلاقه دي صحيحه قبليه، كل ما بيزيد محتوى الاسمنت بيزيد مقاومه الضغط الى ان نصل للمحتوى بيطلق عليه الاوبتيمم سيمنت كونتنت، بعديها بيحصل ان الكيرف ينزل تاني. الاوبتيمم سيمنت كونتنت ده اولموست بين 550 ل 650 كيلو جرام على المتر مكعب. يبقى اقدر اقول من دي كونكلوجن ان زياده محتوى الاسمنت بيزيد معاه مقاومه الضغط للخرسانه لغايه حد اقصى اللي هو الاوبتيمم سيمنت كونتنت، بعديها يبقى التاثير عكسي. طيب نعومه الاسمنت بقى، احنا اتفقنا ان نعومه الاسمنت تاثيرها على قابليه التشغيل ماينور جدا، ولكن لو قلنا طيب لازم نقول بتاثر، هنقول بتاثر بدرجه خفيفه جدا ممكن تكون ايه لا تذكر. هنا النعومة الاسمنت تاثيرها على مقاومه الضغط تاثير عالي جدا مؤثر جدا. المنحنى اللي قدامنا ده فيجر 16 بيرسم العلاقه ما بين نعومه الاسمنت وما بين مقاومه الضغط. هنلاقي هنا في بعد يوم، بعد ثلاثه، بعد سبعه، 28، بعد ثلاثه لغايه بعد سنه اللي هو المنحنى اللي فوق. الترند العام هنا لما اجي اقرا منحنى زي ده لازم اوصف الاول في اتجاه عام، في ترند عام، وفي اتجاهات ايه خاصه ايه داخليه كده. الترند العام بيقول ايه؟ الافرج المنحنيات دي ان زياده نعومه الاسمنت بتزيد معاها مقاومه الضغط. خلاص؟ لكل الاعمار من اول يوم لغايه سنه. ولكن التأثير ده واضح جدا في الأعمار المبكرة. ليه؟ لأن بص شوف كده بتاعت اليوم والتلاتة هتلاقي المنحنى مايل لفوق قوي، معنى كده إن أقل تغيير زيادة في النعومة بيأثر تأثير كبير. طيب سبعة أيام صح، 28 يوم صح، لما كل ما بطلع اليوم تأثير النعومة على السترينس ضخم جدا. تلات أيام أقل، سبعة أيام أقل برضه، 8 يقل، لغايه سنه يبقى تاثيره اقل. ولكن في كلهم اقدر اقول ان زياده النعومه بتزود مقاومه الضغط بتاعت الاسمنت، ولكن في بيتضح هذا التاثير جالي جدا في الايه الاعمار المبكره. طيب هنا بقى في طب ما انا خلاص كده المحتوى الاسمنت ونعومته، لا ده في حاجه مهمه جدا، الكيميكال كومبوزيشن بتاع الاسمنت نفسه، التركيب الكيميائي بتاعه بيأثر تأثير قوي جدا على مقاومه الضغط. ازاي؟ هو الاسمنت بيتكون من ايه؟ لما بيحصل فول هيدريشن للاسمنت بيبقى على اربع مركبات اساسيه، C2S3S وC2S وC3A وC4AF، اللي هو الدي كالسيوم سيليكيت، التراي كالسيوم سيليكيت ودي كالسيوم سيليكيت والتراي كالسيوم ألمونيت والكالسيوم فيرا ألومينو فيريت. هنا الحقيقه لو بصينا في الجدول والمنحنى هنلاقي ان الاسمنت A B C D ده انواع مختلفه من الاسمنت، اسمنت تايب A تايب B تايب C تايب D. الاسمنتات دي بتفرق في ايه؟ لو بصينا في الارقام اللي موجوده تحت C3S وC2S وC3A وC4AF هنلاقي الارقام مختلفه. يعني هنلاقي من ايه مثلا؟ C3S ببدا تبقى 55 وينزل يقل 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 لغايه ما عدي 35. C2S ببدا من 16 ويزيد ينتهي 41 مع دي. C3A بيبقى 12 ويقل لغايه ما يوصل 6. C4AF بيبقى قليل 8 وينتهي لغايه ما يبقى 12. طب التأثير ده ايه؟ هنبص على المنحنى اللي هو في فيجر 6-11، تأثير الكيميكال كومبوزيشن على الهيدريست بتاع الهيدريست سيمنت على الكونكريت سترينز. هنلاقي ان في المنحنى فوق الدوت ده زيادة سيليكات ثلاثي الكالسيوم والألمونيوم. يعني الـ C3S والـ C2S هنا هنلاقي ان C3S لما بيزيد، معنى كده الكلام ده ايه؟ ان المنحنى اللي فوق ده تأثير العمر على مقاومه الضغط عالي جدا. يبقى اذا كل ما التراي كالسيوم سيليكيت والومينيت السي 3 اس والسي 3 اي بيزيدوا كل ما مقاومه الاسمنت بتزيد، وبالتالي مقاومه الخرسانه بتزيد. طيب يبقى ده عشان كده احنا منحنى مكتوب عليه ايه؟ الاسمنت ايه؟ اللي هو فيه اعلى سي 3 اس واقل سي 2 اس واعلى سي 3 اي. الله، معنى كده ان فعلا كلامه مظبوط، ان المنحنى مكتوب عليه زياده سيليكات ثلاثي الكالسيوم والالومنيوم، يبقى زياده السي 3 اس والسي 3 اي مؤثره جدا في المقاومه. طيب السي 2 اس عكسي، كان 16 بقى 41، 16 ده اقل حاجه، يبقى قلته بتزيد المقاومه لانه بيدخل يتحكم في
الزمن الشك اكتر من التأثير في السترينس. يبقى اذا الاسمنت ايه بيبقى مقاومته مع العمر اعلى من بي، اعلى من سي، اعلى من دي. طب انا عايز اطلع بكونكلوجن. يبقى الكونكلوجن زياده السي 3 اس والسي 3 اي في الاسمنت الهيدريتد بيؤدي الى زياده في مقاومه الضغط. عن نقص السي 3 اس ونقص السي 3 اي بيؤدي الى نقص مقاومه الضغط. يبقى اذا اقدر اقول ان مقاومه الضغط تتناسب طرديا مع محتوى السي 3 اس والسي 3 إيه. طب السي 2 اس والسي 4 اف ليهم تاثير؟ ليهم تاثير، ولكن في حاجات ثانيه. زي ما اتفقنا السي 2 اس بيساعد في المقاومه ولكن بشير قليل قوي، ولكن تاثيره يبقى اكتر على التحكم في الزمن الشك. طيب يبقى اذا من الترند ده اقدر اقول ايه؟ ان هو زياده السي 3 اس والسي 3 اي اللي هو زياده سيليكات ثلاثي الكالسيوم، زيادة سيليكات ثلاثي الكالسيوم وثلاثي الألومنيوم بتؤدي إلى زيادة مقاومة الضغط. طيب يبقى ده تأثير الكيميكال كومبوزيشن. هنا بيقارن بقى بطريقة هنا إيه؟ نسبة وتناسب، يعني مقاومة الضغط as a percentage من الـ 28 يوم وتحت العمر 0 3 7 28 90 365 يوم لغايه سنه. طبعا عن 28 يوم دي 100% لان هي نسبه ال 28 28. هنا هتلاقي A B C D، A فوق B وبعدين C وبعدين تحت. يبقى هنا اذا المنحنى ماشي زي اللي فات، زياده C 3 S و C 3 A بتديني اعلى زياده في المقاومه، ونقصهم بيديني نقص مقاومه الى الاصل الاقل نقص اللي هو عند ال D. طيب بعد نقطه الالتقاء دي عند 28 يوم بيحصل الايه؟ بتتقلب الايه، يبقى الايه هنا ينزل والدي يبقى فوق. يبقى معنى هنا كده ان المقاومه النسبيه بالنسبه ل 28 يوم، او بمعنى صح بيسموها نسبه المقاومه بالنسبه ل 28 يوم بتبقى بتزيد. يبقى هنا السترينث ديفلوبمنت التارجت 28 يوم اللي هي 100%، واحد عند عمر واحد، عند ثلاثة، عند سبعة، عند 28 يوم ده أكن وصلت 100%. يبقى عند واحد دي فيه نسبة، عند ثلاثة نسبة، عند سبعة نسبة، وهكذا. قبل ال 28 يوم بتبقى ال strength development بيتأثر تأثير إيجابي بزيادة ال C3S. طيب بعد ال 28 يوم بيتأثر تأثير إيجابي بس مش زي ال قبليه، لأن هنا المقاومة بتزيد في كلهم، ولكن بيبقى السترينث ديفلوبمنت في نقص السي 3 اس والسي 3 اكتر منه في زيادته. ده لا يعني ان السي 3 اس والسي 3 زيادتهم ما بيزودوش المقاومه 29 يوم 28 يوم ابدا، بيزودوا، ولكن معدل الزياده بيبقى اكبر بكتير قبل 28 يوم وبيبقى اقلهم بعد 28 يوم، وكلهم في الاخر بيوصلوا للمقاومه وهكذا. هنا دي مقارنه ما بين السبليتنج تنسايل سترينث مع مقاومه الشد، والفلكشوال تنسايل سترينث مع السبليتنج تنسايل سترينث. السبليتنج تنسايل سترينث مع مقاومه الضغط هنا زي ما احنا شايفين ان هي في رينج معين، هي بتبقى في حدود 0.1 الى 0.18 او 0.12 حوالي 10. لو قلنا ان مقاومه الشد للخرسانه حوالي 10 منها يبقى انصحنا. مقاومه الشد بالانحناء بتتساوي زي ما اتفقنا من 1.2 اب تو 1.8. انواع الخرسانه زي ما اتفقنا. طيب التاثير بتاع الركام، الركام لو تفتكروا لما كنا بنتكلم عليه في تاثيره على قابليه التشغيل، قلنا ان هو اساسي. زياده محتوى الركام بيؤدي لزياده الوركابيلتي لانه بول بيرنج بتاعه، ولكن الاوبتيمم اجري كونتنت بعديها بيقل. هنا الحقيقه في الخرسانه النورمال اللي بندرسها تأثير الركام يكاد يكون غير محسوس على مقاومة الضغط، لأن هو مش الخطوط الدفاع لا الأولى ولا الثانية، هو مجرد إنه بيديني دنستي جيدة وبيترابط مع الخرسانة.
حصانه ويخليها سوليد، ولكن هي في الخرسانه النورمال في حدود الاجهادات اللي ادنى من 60 ميجا باسكال المقاومه الضغط كلها بتصدر من المونه الماتريكس بتاعه الركام. فلذلك لو في دايما الانهيار بتاع المكعبات والخرسانه والانهيار الخرسانه النورمال بيبقى صاروخ بتمشي في المونه ولكن لا تسري في الركام. لو مشت في الركام، الركام ضعيف جدا وخرسانه سيئه، ولكن في الخرسانه الهاي سترينس العكس، ان لو الشرخ حصلش فيه حبيبات الركام بيبقى غير سليم. يبقى احنا بنتكلم على خرسانه نورمال، يبقى اذا الركام تاثيره تقدر تقول تاثيره يكاد يكون غير محسوس ابدا. طب بيجي التاثير منين؟ هو بيحقق وجوده العظم بتاع الخرسانه. طيب بيفعل ازاي؟ بالبوند ما بينه وما بين الماتريكس اللي هي المونه، ولذلك السيرفس تكتشر بتاع الركام له تاثير قوي جدا على البوند طبيعته انجلر او راوندد سموز ولا راف، التدرج بتاعه برضو، كل دي عوامل بتؤدي لزياده البوند وتحقق السترينت تساعد ولكنها ما هيش الخطوط قوي. ولكن هنا بنلاقي ان برضو في الفيجر 6 14 تاثير الاجريت سيمنت ريشيو على مقاومه الضغط، هنلاقي ان هي لما الوركابيلتي بتكون قليله شويه التاثير بيبقى مش واضح، لما يكون الوركابيلتي عاليه التاثير بيبقى عكسي، لما حد سطح ما بيزيد عن نسبه زياده عن 3.5 او 4. هنا في مقارنه ما بين مقاومه الضغط ومقاومه الشد بنوعيها. يبقى هنا واضح ان الخرسانه ليها نوعين من الشد اللي هو الفلكسور تنسايل سترينس والسبليدنج تنسايل سترينس اللي هي مقاومه الشد الغير مباشر اللي هي اقرب للشد المباشر. واضح طبعا من المنحنى هنا ان الفلكسور تنسايل سترينس دايما بتحظى بقيمه اكثر من التنسايل سترينس، بتبقى في حدود هي حوالي 1.2 من عشره او 1.8 من عشره من مقاومه الشد المباشر. فدايما واضح ان دايما معلومه بالنسبه خرسانة ان الشد بالانحناء بيكون اكبر من الشد المباشر زي ما اتفقنا، ممكن يصل لابط 1.8 من 1.2 حسب. طبعا دي بيدخل فيها عوامل كتير منها مكونات الخرسانه والكاتيجوري بتاع الستريس. ولذلك هتلاقي هنا منحنى اهو مخصوص التاثير الاير انترنج ادمكشر على مقاومه الضغط علاقه عكسيه، كل ما بتزيد الادمكشر كنسبتها كل ما بتقلل مقاومه الضغط تبع النهايه. هنا دي الاجهزه اللي بتشتغل في قياس مقاومه الضغط ومقاومه الانفلاخ كمان، والاولاني على الشمال ده اللي هي دي هاند اوبريتد
compression testing machine CTM compression testing machine واللي في النص دي electrically operated. في كل الأحوال بتتحط عينة سواء المكعب أو الأسطوانة وبتبقى تحت تأثير ضغط من الفك بين فكين المكنة لغاية ما بيحصل الانهيار. ببص على المؤشر بشوف الحمل وبعدين أقسمه على مساحة المقطع تديني المقاومة. اللي على اليمين ده اللي هو split cylinder test اللي بيديني splitting tensile strength. هنا هنتكلم عليهم حاجة حاجة. التأثير الكيورينج المعالجة. المعالجة الخرسانة ايه؟ بعد ما دمجت وسويت وشططت الخرسانة بسيبها تكسب السترينث. هنا في المرحلة دي في أول 24 ساعة زي لازم إن أنا أحقق الشروط المثلى لاكتساب السترينث. إيه هي الشروط المثلى دي؟ اللي هي إن يكون الريلاتيف هوميديتي 90% فما فوق ودرجة الحرارة زائد أو ناقص 20 درجة مئوية. طيب ده بيفرق في ايه؟ لو انا حققت كيورنج مظبوط هيفرق ايه في المقاومه؟ لو حققته صح هنا هيبقى التاثير العمر كالاتي، ان هو السبع ايام وال28 والشهرين والثلاثه والسته والسنه هتبقى النسب زي ما انتم شايفين كده تبعا لمقاومه الضغط من اول 20 ميجا باسكال الى 50 ميجا باسكال. بتبقى مقاومه الضغط طبعا على 28 و101 اللي هي 100%. 7 ايام بتبقى ما بين 0.68 ل 0.72، على شهرين من بتبقى 1.1، 3 شهور من 1.15 بتتفاوت تزيد وبعدين تقل، و6 مانس 1.2 تقريبا في الرينج ده، وبعد سنه من 1.25 تقريبا او 1.2. ده عشان اقدر اعمل هنا. ده بينفعني في ايه؟ ده بشرط ان الكيورنج تمت في الكونديشنز المظبوط. ده بينفعني في ايه؟ لو انا صبيت سقف وعايز افك الشداد بعد اسبوع او 10 ايام حسب ما الكود بيوافق، هقول طيب انا عشان افك على الاقل يبقى الايه السقف شايل نفسه، يبقى مقاومه الضغط كام؟ هيقول لك هنروح قايسين واخدين مكعب ونكسره. طلع كذا كذا، ده كام؟ حقق النسب الموجوده في الجدول دي من 0.68 ل 0.72 حسب مقاومه الضغط من 28 يوم، بقول يبقى مظبوط تمام، وحقق انه يتحمل الاحمال عليه اقدر افك الشداد وهكذا وهكذا. هنا دي مقارنه ما بين السبلتنج تنسايل سترينث مع مقاومه الشد، والفلكشر تنسايل سترينث مع السبلتنج تنسايل سترينث. السبلتنج تنسايل سترينث مع مقاومه الضغط هنا زي ما احنا شايفين ان هي في رينج معين، هي بتبقى في حدود 0.1 الى 0.18 او 0.12، حوالي 10. لو قلنا ان مقاومه الشد للخرسانه حوالي 10 منها يبقى انصح. مقاومه الشد بالانحناء بتساوي زي ما اتفقنا من 1.2 اب تو 1.8.
يبقى ده تاثير الكيميكال كومبوزيشن. هنا بيقارن بقى بطريقه هنا ايه نسبه وتناسب، يعني مقاومه الضغط از ا بيرسنتج من ال 28 يوم وتحت العمر 0 3 7 28 90 365 يوم لغايه سنه. طبعا عن 28 يوم دي 100% لان هي نسبه ال 28 28. هنا هتلاقي A B C D، A فوق B وبعدين C وبعدين تحت، يبقى هنا اذا المنحنى ماشي زي اللي فات، زياده C3S وC3A بتديني اعلى زياده في المقاومه، ونقصهم بيديني نقص مقاومه الى الاصل لاقل نقص اللي هو عند الدي. طيب بعد نقطه الالتقاء دي عند 28 يوم بيحصل الايه؟ بتتقلب الايه، يبقى الايه هنا ينزل والدي يبقى فوق. يبقى معنى هنا كده ان المقاومه النسبيه بالنسبه ل 28 يوم، او بمعنى صح بيسموها نسبه المقاومه بالنسبه ل 28 يوم، بتزيد. يبقى هنا السترينث ديفلوبمنت التارجت 28 يوم اللي هي 100%، واحد عند عمر واحد، عند ثلاثة، عند سبعة، عند 28 يوم، ده أكن وصلت 100%. يبقى عند واحد دي في نسبة، بتكلم على لو الديامتر هنا والمقاومة، كل ما الديامتر بيزيد كل ما المقاومة بتقل، وده منطقي جدا إن كل ما كان القطر بتاع العينة كبير كل ما تبقى السلوك بتاعها تحت تأثير الأحمال بيبقى أسوأ، فبيديني مقاومة ظاهرية أقل، وكل ما القطر بيقل يديني مقاومة ظاهرية أعلى. هنا بيتكلم على الأوبتيمم دايمتر بقى تو هايت ريشيو، زي ما اتفقنا هي هي الاثنين هي الأوبتيمم اللي بتديني أفضل مقاومة ضغط، أو مش أفضل، أعلى، الأصح في المية. طيب المويستر كونتنت والتمبريتشر، هنا طبعا نسبة الرطوبة زي ما اتفقنا، الفيجر اللي كان بيتكلم على الكيورينج مويست ات كيورينج ومويست ات تيست، ده كانت المظبوطة اللي تديني السترينث الصح. طيب لو اير درايد ومويست بتبقى اقل حاجة، لو اير درايد واير درايد بتبقى يمكن اعلى حاجة، فهمني؟ فالصح هي مويست كيورد ومويست ات تيست، ودرجة حرارة تكون اللي هي في الحدود. ولذلك هتلاقي هنا منحنى اهو مخصوص التأثير الاير انترينج ادمكشر على مقاومه الضغط، علاقه عكسيه، كل ما بتزيد الادمكشر كنسبتها كل ما بتقلل مقاومه الضغط تبعا. السترينز الحقيقه المظبوطه. تعالى بقى نتكلم هنا بقى، خلصنا العوامل اللي بتاثر على مقاومه الصاله، نتكلم على ايه الستريس ترين كاركترستكس بتاعت الخرسانه اللي هي العلاقه ما بين الستريس والسترين. هنا دي علاقه مهمه جدا ما بين الستريس والسترين، بتوضح سلوك الخرسانه تحت تاثير الاعداد الضغط. هنا الخرسانه سلوكها نون لينير زي ما انتم شايفين كده، غير خطي، ككاد يبدو انه في شيء من اللينياريتي في الاول، ولكن يعني ما لن يلبس الا درجه صغيره قوي من الاجادات، وبعد كده يبتدي يبقى ايه نون لينير. هنا عندنا هنا الاف اف اللي هو الفيلير ستريس، وهنا عندنا الاف نوت اللي هو الماكسيموم التيميت سترينث بتاعت الخرسانه. فده شكل العلاقه بين الاجاد والانفعال للخرسانه. وانت لو قلت العلاقه ما بين الاجاد والانفعال للخرسانه لا خطيه، يبقى انت اجهدت، او ايه نون لينير، يبقى هو دي. مهم طبعا الكيرف ده ان احنا الفيجر ده ان احنا نفهمه ونعرف العناصر بتاعته كويس، بيؤمن زي ما اتفقنا ايه العوامل المؤثره على المقاومه الضغط. طيب هنا التاثير ناخدهم بقى اول حاجه اللي هو التاثير بتاع الكونسنتريشن، زي ما اتفقنا ان هو صنفهم كذا لكذا عامل رئيسي، من ضمنهم اللي هو تاثير المواد المكونه ايه الاسمنت. الاسمنت بيأثر ازاي في مقاومه الضغط،
طيب الأسمنت طبعا نقدر لو قلنا إنه مبعث المقاومة في الخرسانة المعتادة اللي هي نورمال كومبليت للنيتريزا ما يبقى أنصفنا، ولكن بيأثر إزاي؟ هل بيأثر بمحتواه؟ بيأثر بالعمق؟ طيب دول حاجتين أساسيين بيأثر بيهم الأسمنت في مقاومة الضغط. طيب هنا محتوى الأسمنت الكيرف اللي قدامنا ده بيوضح إيه؟ إن كل ما بيزيد محتوى الأسمنت كل ما بتزيد مقاومة الضغط عند 28 يوم زي ما اتعلمناها في الميكس ديزاين. المنحنى هنا شكله ايه؟ كيرف، مش خط مستقيم. معنى كده انه بيزيد وبعدين شكله بيخش يمين بيتجه ناحية يمين عشان ينزل تاني، يعني معنى كده ان في اوبتيمم سيمنت كونتنت. العلاقة دي صحيحة قبليه، كل ما بتزيد محتوى الأسمنت بتزيد مقاومة الضغط إلى أن نصل لمحتوى بيطلق عليه الأوبتيمم سيمنت كونتنت، بعديها بيحصل ان الكيرف ينزل تاني. الاوبتيم سيمنت كونتنت ده اولموست ما بين 550 و650 كيلو جرام على المتر. طيب الترينكج والتمبريتشر افكت، هنا طبعا الخرسانه مشكلتها حاجه انها بتمر بمرحلتين ويت وهارد، خرسانه طازجه لدنه وبعدين خرسانه متصلده. طبعا اللي بيحصل نتيجه التصلد ده طبيعي ان هو بيتبعه انكماش، فده شئت او لم اشأ موجود الترينكج بتاع الخرسانه. طيب الحل بتاعه ايه؟ مفيش غير حل واحد، ان يكون في الحدود المقبوله. طب انا خايف من شرينكج من ايه؟ شرينكج يعني جداد شد، يعني شروخ. عشان كده دايما هتسمع في ان شاء الله بتدرس بقى خرسانه في السنه القادمه ان لازم في حديد مينيموم في اي قطاع خرسانه انشائي، لازم حديد مينيموم عشان يشيل اجهادات الشد. طيب هنا في البلاستيك شرينكج من ضمن انواعه، وفي دراي شرينكج. البلاستيك شرينكج يعني اللي هي الشروخ اللي بتطلع او بتحصل للخرسانه البلاستيك، دي خطر جدا لان الخرسانه البلاستيك مقاومتها للشد شد صفر، فتبقى شروخ منتشره ومتسعه، فيجب ان احنا نتجنبها بالكيورنج السريع للخرسانه او المناسب حسب ما تحتاج مهما في المية. طيب المويستر كونتنت والتمبريتشر، هنا طبعا نسبة الرطوبة زي ما اتفقنا، الفيجر اللي كان بيتكلم على الكيورينج مويست ات كيورينج ومويست ات تيست، ده كانت المظبوطة اللي تديني السترينث الصح. طيب لو اير درايد ومويست بتبقى اقل حاجة، لو اير درايد واير درايد بتبقى يمكن اعلى حاجة، فاهمني؟ فالصح هي مويست كيورد ومويست ات تيست، ودرجة حرارة تكون اللي هي في الحدود. طيب الدراينج شرينكج هنا بقى ده بيوضح ايه؟ ده الخرسانه مش بيحصل لها شرينكج بس، لا ده بيحصل لها شرينكج وسويلنج. يعني ايه؟ يعني بص الكيرف اهو، هنا ده الكونتراكشن، هنا بيحصل ايه؟ اهو بينزل يحصل دراينج شرينكج كونتراكشن، بتنكمش وبعدين تبتدي تتعالج تشرب ميه تروح هيحصل لها سويلنج وبعدين تبتدي يحصل شرينكج ويحصل ده. دي دورات من البلل والجفاف بتبقى طبعا سيئه على الخرسانه لو تمت كده، فبيحصل الديورابيلتي بتاعتها بتقل. طب امال ايه المطلوب؟ ان انا اصلا اتجنب الدراينج شرينكج زي ما اتفقنا بمداومه معالجه الخرسانه من الاعمار الاولى من اول ال 24 ساعه الاولى الى ان ينتهي تقريبا هيدريشن في خلال من اسبوع الى اسبوعين حسب درجه حراره الجو. هنا بنتنقل بقى الخاصية تانية من خاصة الخرسانة اسمها الكريب. الحقيقة الكريب ده كان حاجة مجهولة فيما قبل كده، وكانوا بيستغربوا بيحصل، كانوا بيلاقوا عناصر إنشائية شايلة أحمالها وسيف جدا وكل كيرفيشن إنها سيف، ولكن يلاقوا بيحصل شروخ ويحصل انهيارات
لما بدون يعني يحسبوا لا لا ما يمكن ينهار، لا ده حاجه زي كده لسه بدري عليها. فلما درسوا الموضوع ده لقوا ان ده بيحصل في العناصر اللي متحمله بيرمننت لود لفتره اكتر من 6 شهور. طيب هنا يحصل ايه؟ سبحان الله، زي المخازن والاحمال تبقى فوق الطن والاثنين طن وكذا، هنا في الحاله دي بيحصل ايه؟ ان وجود الحمل الدائم على طول على بيخلي الخرسانه اندر كونتينوس ستريس. الكونتينوس ستريس ده بيعمل اجهاد دائم في الخرسانه، فبيعمل يطلق عليه ريلاكسيشن، فده بيبقى زي الخرسانه اكنها مجهده، فبتقول طب رايح شويه تروح ايه سايبه تستجيب للطاقه الضخمه دي وتعمل ريليس في انها تعمل شويه ريلاكسيشن فيها، تمدد فيها. تمدد يعني ديفورميشن يعني انفعال يعني ستريس، يعني ستريس اضافي. فعشان كده ابتدت الكودات لما لقيت ده كان مجهول هذا الكريب، لما الكودات اكتشفوا هذا حطوها فيها في الكود وحطوها في الديزاين، وبقت تتحط فاكتور وبقى يفرق في القطاعات ابعاد القطاعات الخرسانيه الانشائيه وتسليم كمان. طيب تعال نشوف هنا الكريب ده ايه. هنا ادي علاقه بيسموه التايم ديفورميشن، ادي التايم وادي الديفورميشن. طيب الحمل اهو ثابت اهو، بيحصل انستنت ديفورميشن اول ما بتحمل على طول، عشان كده مش باين ان في فرق بين الخط الراسي ده وبين المحور الراسي تقريبا، يعني لانه قليل قوي بيحصل فجاه، يعني كانه فجاه. وطبعا بيحصل في 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 يعني في في دقائق او فتره، بس فتره بالنسبه لعمر المنشا 50 سنه بتاع مش هنقدر نمثلها، مش هتبان، تبقى كانها لازقه في محور الراس. ثم بعد كده يحصل ايه؟ يبتدي يحصل بقى ايه؟ هنا سبيسيمن اندر كونستانت لود، شايف ده؟ يبتدي يحصل بقى ايه؟ مع الزمن يبتدي يحصل ديفورميشن، يعني ديفورميشن يعني ديفورميشن يعني ديفورميشن لغايه ما يوصل هنا عند زمن معين. طيب هنا معناها ايه؟ ده عندي مثلا عنصر انشائي مخزن، حطينا الاحمال هي في تايم حطيناها في قد ايه؟ في يوم مثلا، اليوم ده من 50 سنه مش هقدر اشوفه، قليل، كانها في نو تايم. وبعد كده مع وجود الحمل الثابت بيحصل ديفورميشن ريلاكسيشن ريلاكسيشن لغايه ما جينا واحنا شايلين مفضيين المخزن، عمل ايه؟ شال اللود، فهنا اللود ريموفد، هيبتدي يحصل ايه؟ ينزل بقيمه الايه؟ الانستنتينيوس ديفورميشن ده. وبعد كده يبتدي يحصل ايه؟ بلاستيك ريكفري، يعني يرجع تاني الديفورميشن بطبيعته، ولكن ما بينتهيش كله، بيفضل بيرمنت ديفورميشن اللي هو القيمه دي. طيب لو ما فيش كريب هيرجع تاني الخط ده لغايه تحت الصفر هنا، او يرجع للصفر هنا. فهي ده الحقيقه الكريب، وده خاصيه خرسانه قاتله لو ما خدناش باعتبار، ولازم نجي اصمم اخدها في اعتبار واعرف. وهنا ده الكريب التايم لود، وده اللي من هنا بيبقى المدخل بتاع العمر الافتراضي للمنشا بيتحسب ازاي. تمام؟ كده احنا انهينا الخرسانه المتقلده وانهينا الكورس كله، وارجو ان يكون درجه فهمكم تصل لدرجه الكمال. واللي عايزه منكم دلوقتي زي ما اتفقنا دايما في كل محاضره اطلبوا التواصل معايا ومع المعيدين ومع، بحيث ان احنا نقيس درجه فهمنا قد ايه، علشان ان شاء الله في النهايه نقدر نأدي الاختبار بتاعنا وناخد افضل الدرجات. وكل سنه وانتم طيبين.